يا هلا والله والله حي. مهما كان هدف او طموحك ما يتعارض مع الحوادث اذا انت عندك العزيمه والرغبه انك توصل. الغلا يا احواض، الغلا يا احواض، وهنا يا الغلا يا احواض، الطار والبكار، الطار والبكار يتلاقى. هذه نوتيلا من غوالة الدود، أغلى نياق، وأسميها بعد السنافية لأنها سنافية وتستاهل الاسم. اللي خلاني أدخل كلية الطب، في يوم من الأيام، أيام كنت في الثانوي، سألت أخوي الكبير، قلت وش أفضل تخصص ممكن الشخص يدخله؟ فقال اتجه للطب، يجمع لك إن شاء الله بين المستقبل الواعد وبين الأجر بإذن الله. من المواقف اللي مرت علي، جاني شخص عزيز علي يوم كنت في التحضيرية، في السنة التحضيرية، وقال لي إنه دراستك للطب واهتمامك بالابل صعب انها تجتمع، فالافضل انك تتخلى عن اهتمامك بالابل وتركز على الدراسه، لان جمع الشغلتين ما يفلح او شيء زي كذا. قلت هالكلام صحيح، هالكلام صحيح، بشوف في المستقبل. والحمد لله يسر ربي وخلصت دراستي الطب، مهتم في ابلي واموري كلها زينه. رده فعل اللي حولي كانوا كلهم سعيدين، مبسوطين جدا، حتى لدرجة كان ينادوني الدكتور من يوم كنت في السنة التحضيرية، اللي الدافع الأكبر لي واللي كان يدعمني والدتي الله يطول عمرها ويحفظها، ووالدي الله يرحمه توفى أول ما دخلت الكلية، فكان حافز عندي إني أكمل عشانه لأنها كانت رغبته، وكان هو من أكبر الحوافز اللي خلتني أكمل في الطب وأشد حيلي فيه، لأن كان الله يرحمه هقوتي فيه عالية. وكان يبغى يشوفني اتخرج طبيب. الابل قصتي معها بدت من يوم كان عمري 3 إلى 4 سنوات، من يوم فتحت عيني على الدنيا كانت موجوده هبلنا، وكانت هوايتي بالفطره يعني الى يومك، ما زالت عندنا ابلنا وكبرنا كلنا مع بعض، وتمثل لي والله شيء كثير، هي هوايتي الاولى والوحيده. الشيء اللي عجبني في الابل الولفه اللي فيها او الالفه، ولفها على بعضها، ولفتها على أهلها، عرفها لأهلها، علاقتها معهم، صبرها، في أشياء كثير من صفات الإبل ملهمة للإنسان اللي يعيش معها ويعرفها. فأنا حتى أحيانا من طقوسي حق المذاكرة أني أخذ أوراق، أخذ كتبي وأروح عند كذا ساعة، يكون خاطري منسرع وأنطلق المذاكرة. شعوري يوم جتني رسالة استلام الوثيقة أثلت صدري وأسعدني جدا، لأنها كم سنة، سنوات طويلة عشتها مع الكلية ومع الطب ومع دراسته، وانتهت الحمد لله.